إخواني، كانت عندي مواضيع أخرى حقيقة أحسست بإرهاق. كنت راح نحدثكم على زيارة ديمستورا هذه إلى جنوب إفريقيا، اللي في نظري باختصار شديد ما تعني شيء سوى أو ما واحد يقول لي هي خطأ أو خطيئة أو شيء من هذا القبيل، ولكن أنا أعتقد بأنه أمر يكشف بأن قضية الصحراء هذه حتى جنوب إفريقيا راهي صارت طرف، بعدما كانوا يقولوا راهم طرفي النزاع، المغرب والبوليزاريو والجزائر وموريتانيا أعضاء ملاحظين، علاش راح لجنوب إفريقيا؟ هذا ذهاب إلى جنوب إفريقيا كشف بأنه جنوب إفريقيا من خلال ربما المعطيات اللي عنده ما يكشفها أنها أيضا هي طرف رئيس في هذه القضية، مما يجعل هذه الحكاية راهي منتهية. وأنا قلت لكم راهي منتهية، وزيد أنهتها إسبانيا في المشروع ذاك اللي صادق عليه البرلمان من أجل منح الجنسية للمولودين قبل 76 جنسية إسبانية، معناها راح يكونوا مغاربة وإسبان في آن واحد، وبذلك يصير وجودهم في المخيمات غير مشروع لأنهم مواطنين أوروبيين. بعد ذلك شكون يبقى في المخيمات؟ يبقوا هذوك اللي جايبينهم من دول مختلفة ومن أختلف دول، الناس ضايعين يبحثوا على لقمة عيش، حطوهم في المخيمات يأكلوا ويقولوا راهم صحراويين، وهم ما عندهمش حتى علاقة لا بالصحراء ولا بقبائلها الأصيلة ولا أي شيء من هذا القبيل. أنا أعتقد بأن زيارة ديمستورا إذا لم تكن في هذا الإطار على أساس أن جنوب إفريقيا طرف، فأي اعتبار آخر في غير هذا الإطار يعتبر خطيئة كبرى. أعتقد بأنها ستعقد مشواره، وأنتم تعرفوا أن ديمستورا كان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، وأنا تواصلت معه وراسلته من قبل بصفتي أنا أيضا كنت في بعثة في سوريا، وشرحت له كثير من الأمور، وخرج قعد مدة طويلة وهو مبعوث ولم يقدم شيئا، بل خلى سوريا تغرق في فطرته، وصلت الجرائم لمختلفها ولم يفعل شيئا. فهو دبلوماسي فاشل بمعنى الكلمة، فشل في أخطر مهمة يقوم بها هي مهمة سوريا. وأنا لو كان جيت في مكانه بعد تلك المهمة وذلك الفشل، يعتزل العمل الدبلوماسي، يروح للتقاعد ويقعد يربي أولاده وأحفاده إذا كان عنده وخلاص. ولكن هؤلاء الناس اللي يبحثون على الأضواء أعتقد بأنهم لا يحققون شيئا. أنا من حيث المبدأ أجزم لكم بأنني على كل حال هذا قرار تاع الأمم المتحدة وقرار الدول اللي رحبت به كمبعوث في إطار المهمة التي أوكلت إليه، ولكن أنا بيني وبين نفسي أنا أجزم لكم أن هذا ديمستورا عمره ما يكون ناجح في هذه المهمة، لأنه لم يسجل له في تاريخه أي مهمة نجح فيها، وخاصة مهمته في سوريا التي تعتبر من أسوأ المهام اللي ما نجح فيها الإبراهيمي، ما نجح فيها كوفي عنان، ولا نجح فيها الدابي قبلهم اللي كنت معاه، ولا نجح فيه ديمستورا، ولا نجح اللي جايين بعده، وهذا بسبب تعقيدات الأمر. وأيضا هذا المشهد بهذه الزيارة متاعه من أجل مناقشة قضية الصحراء مع جنوب إفريقيا اللي لا عندها حدود معها ولا عندها علاقة بالموضوع ولا أي شيء، سوى أن عندها موقف داعم للبوليزاريو في إطار مصالح راهي تقضي فيها الجزائر. أعتقد بأن هذه الزيارة خاطئة بمعنى الكلمة، خاطئة إذا كانت في هذا الإطار. أما إذا كانت في إطار أن جنوب إفريقيا طرف، والطرف هذا راهو جاي عبر بوابة الجزائر، أعتقد بأن هذا شيء جيد، لانه بهذه المشية انا ما عندي تفسير اخر. بعض الناس يقول لك راحوا وبعثت له من هيه، وجنوب افريقيا اصبحت دوله ذات ثقل بعدما رفعت شكوى ضد لدى العدل الدوليه ضد اسرائيل. صدقوني هذه الشكوى التي رفعتها ضد اسرائيل خدمه قدمتها لاسرائيل من حيث يظن الناس انها احرجت. ودرك تشوفوا مع المستقبل بعد هذه القضيه التي عرفت هذه المنعطف، سيأتي اليوم الذي يتم فيه تشكيل محكمة حول حادثة 7 من أكتوبر، وإسرائيل تذهب به، وتصير الدول إيران أو عندهم شكوك على قطر، والآن راهم يصعدوا من مسألة قطر يطالبوها بتسديد تكاليف إيران، راح يروحوا للدول اللي عندها علاقات بحماس كل ويحملوها مسؤولية هذه القضية، وتولي لوكربي جديدة اللي كانت للقذافي، تولي هذه لوكربي أخرى لبعض الدول وفي مقدمتها إيران وقطر التي لديها علاقة مباشرة، وقيادات حماس اللي تتواجد فيها ويحاولوا يتبرؤوا من هذه العملية. فالبعض يظن أن جنوب إفريقيا أصبحت في صف الشعوب تدافع على قضايا فلسطين. يا جماعة، جنوب إفريقيا راهي مع بشار الأسد اللي كان يذبح في شعبه، هي معاه،
وعندهم علاقات جيدة مع بشار الأسد في أي شيء. فأعتقد قلك هذه تدخل في إطار وكذا، وهن جنوب إفريقيا هي اللي طلبت منه هذه الزيارة، وإذا كان الأمر كما هكذا معناها راهي الجزائر أرادت هذه الفكرة، حتى لأن جنوب إفريقيا اسمها برز في الشارع العربي مع عملية قضية العدل الدولية، ما راحتش ترفع بهم شكوى بنتنياهو وغيره كجاء مجرمي حرب مباشرة لدى الجنائية الدولية، لها راح تحكم العدل الدولية لأنها قضيتها تصدر قرار تبعث المجلس الأمن، المجلس الأمن هو اللي يخليه ملزم أو غير ملزم، المجلس الأمن راح يصطدم بالفيتو الأمريكي، انتهت القضية. لكن لو راحوا الجنائية الدولية ضد أشخاص بعينهم، لأن العدل الدولية ما تحكمش أشخاص، هكذا تصدر قرارات تخص الدول، ولكن الأخرى الجنائية الدولية لو مشت لها وثبتت ارتكاب جرائم حرب فقط وليس جرائم الإبادة راح تصدر أوامر بالقبض ضدهم، مثل ما داروها إلى بوتين وغير بوتين، حتى ما استطعش يروح الجنوب إفريقيا. بوتين في الاجتماع الأخير تاع البريكس ما قدرش يروح لأنه داروا له أمر بالقبض وملزمة جنوب إفريقيا بالقبض عليه، هو أحسن حل قالوا له لا تأتي. هكذا في ظل هذا التلميع قال خلينا نزيد نلمعوا له، فهذه ربما اتصلوا به قالوا له طلبوا زيارته من أجل أنه يتكلموا معاه على قضية الصحراء باش يستغلوا هذيك البريق، لأنه النظام اللي يربط ما بين فلسطين وقضية الصحراء هو النظام الجزائري، ولا أعتقد بأن هذه المسرحية جاءت بأموال ولا أشياء تحت الطاولة أعطاها النظام الجزائري الظالم والفاسد والمستبد والمجرم، أعطاه الإرهابي بمعنى الكلمة، أعطى لهم الأموال على أساس فقط من أجل هذا التلميع. ولكن التفسير الذي يجب أن نفهمه، إذا كان جنوب إفريقيا هي اللي طلبت المبعوث الأممي كي تحدثه في قضية الصحراء، معناها جنوب إفريقيا طرف، معناها القضية رغم متعددة الأطراف والوحيدين اللي ما همش طرف في القضية هم الصحراويين أنفسهم اللي ساكنين في الداخل المغربي، اللي يقول لك رانا مغاربة وانتهت هذه الأسطوانة على البوليزاريو، وشكون الأطراف؟ جمهورية تندوف والجمهورية الجزائرية، ومعاهم الجزائرية مش جمهورية، عصابة جزائرية والأخرى جنوب إفريقيا وبعض الدول اللي تأخذ في الأموال تحت الطاولة وتقول راني مع حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وما إلى ذلك من هذه المسميات التي لم تعد تنطلي على الناس، ما كانش لها في أرض الله. إذن زيارة ديمستورة أعتقد بأنها ارتدت عكسا الناس اللي يفهموا في الدبلوماسية وفي مثل هذه المهام، أن هذه الزيارة أثبتت بأن القضية ما هي قضية طرفين نزاع بل تعددت الأطراف، وها هي الآن طلعت لنا حتى جنوب إفريقيا طرف في هذا النزاع المفتعل والمصطنع الذي راه يجري ما بين تندوف وبعض الدول، ولا علاقة له أبدا بسكان العيون وسكان الداخل والسمارة والمحبس وغيرهم من المدن المغربية التي وقفنا عليها ووقفنا على أهلها. أنا ماني نقرر في مصيرها ولا أي شيء من عندي، أنا جزائري لكن أهلها هم اللي يقولوا نحن مغاربة، وما دام هم يقولوا مغاربة نحن نقول عليهم مغاربة، وهذا هو اللي يهمهم، لأني أنا لا أريد الجزائر تبقى طرف في هذا النزاع مع أننا دخل فيهم، هذه أمور تخصهم يروحوا يرجعوا لأرضهم ويحلوا مشاكلهم مع بلادهم، والله يسهل عليهم. احنا خلاص من المفروض تتوقف هذه القضية نهائيا، لأن أموالنا تضيع ومصالحنا تضيع والأمن القومي الجزائري والمغاربي بصفة عامة، ورح يصير حتى مستقبلا خطر على الضفة الأخرى من المتوسط، وهذا الذي يحدث، وذكره مليح مليح مليح، وستقفون على كلامي واذكروا كلامي جيد.